هل تعلم أن كل ما هو موجود الآن تم تخيله في الماضي؟ لذلك يقول أحد الحكماء إن الطريقة الوحيدة لمعرفة حدود الممكن هو أن نحاول أن نتخطاها باتجاه غير الممكن. الابتكار هو أن نحاول أن نصل إلى ما بعد هذه الحدود، وكثيراً ما نفشل في سعينا هذا، ونعاود الفشل ونفشل من جديد، ونستمر بالمحاولة إلى أن ننجح. حينها نكون قد وضعنا خطاً فاصلاً جديداً بين الممكن وغير الممكن. هذا البرنامج هو نزهة في عالم الخيال الذي يقف على الحد الفاصل للحقيقة. الابتكار في العمل الحكومي. يتيح لك البرنامج من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور خاص بك 6 مساقات تدريبية على النحو التالي: ماهية الابتكار، الابتكار الحكومي، معوقات الابتكار، الابتكار في المؤسسات الحكومية، الابتكار الجذري، استراتيجية دول الإمارات للابتكار. صممت هذه الحقائب التدريبية باستخدام أحدث وسائل التدريب الرقمي حتى يتمكن المتدرب من تصفحه عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بكل سهولة وبمنتهى اليسر في أي زمان ومن أي مكان. يعتقد الكثيرون أن الابتكار خيار جيد، ولكن قليلون فقط من يدركون أن الابتكار ليس بخيار بل قرار لتقرير المصير، وهو قدر السباقين والرياديين وعلامة فارقة بين الامتياز والتميز. من خلال هذا البرنامج سنتعرف معاً على قوة العقل وجمال الأفكار حين تصب في مصلحة المتعاملين مع القطاع العام ليزداد شعورهم بالرضا والسعادة. فأهلاً بكم إلى برنامج الابتكار في العمل الحكومي.